شديد ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القضاء ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحقان نعم سنموت ولكننا سنخترع الظلم عن شعبنا والنصر يأتي كلا بالسلام لا بالشعارات لا بالكلام أخي أنت حر وراء السجون أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فذا إشارة تضامنية للصحفي عبد الحميد العزوزي المعتصم قبل رمضان بسبب طرد تعسفي من طرف مديرة الإذاعة الصحفية ونحن قضايانا المحلية والوطنية وقضايا الأمة كل تضامن لا مشروط ولا محدود والتآزر الإنساني مع الصحفي عبد الحميد العزوزي الذي يأخذ اعتصام مفتوح من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل إعادة الاعتبار إلى كرامة الإنسان في هذا البلد بعدما تعرض لطرد تعسفي من طرف مديرة الإذاعة الجهوية في هذه المدينة. ناضل يا مناضل الشعب المجوع المروع الفقير الحزين إلا أننا نزف ألف تحايا لدماء الشهداء وكذلك نزف تحايا للصامدين وسنقولها بلغة الانتصار إننا نحتفل في هذا العيد عيد الشهيد وكل سنة وغزة صامدة كل سنة والأقصى صامد الممالئ غادي نرفعوا تحية من هذا الوطن الحبيب أنه رغم الدماء رغم القمع إلا أن الدماء غتولد مزيد من الصمود وإذا كانوا هما كيقتلونا حنا غادي نبعثوا ليهم عبر الأرواح ديال الأمهات ديالنا في فلسطين وفي غزة بآلاف شمال الضرة وبآلاف يحيى عياش وبآلاف الرمزيسي ما زال في فلسطين ما زالت في فلسطين من تحمل برانتيسي ما زالت في فلسطين من تحمل بأجيال كتائب شهيد عز الدين القسام التي اليوم وغدا وبعد غد ستنزل بالكيان الغاصي أقصى الضربات الموجعة غادي نرفعو واحد الشعار هما يقولوا هزمونا وحنا نقولوا انتصرنا هز قدم وحط قدم الشوارع عامرة بالدم ولكن الدم هو الذي سيقود الى الانتصار مزق دم وحطك نقول وحنا نقولوا هزمونا وحنا نقولوا